رح نروح سلمى هلأ لمساحتنا الاجتماعية مع الأخصائية في هذا المجال رندا علي ديب. اليوم الطفل هو بوصلة موضوعنا، فالشقاوة جزء من الطفولة بعفويتها براءتها واستكشافها لمحيطها. اليوم النشاط البدني أو الحركي وأهميته بمراحل نمو الطفل ومتى يمكن أن تتخطى الشقاوة الحدود لنلجأ للبراين، رح نتعرف على هذا الشيء منك رندا. صباح الخير. بالبداية رندا خلينا نحكي عن تعريف النشاط الحركي أو البدني وأهميته الفعلية لنمو الأطفال. أي شيء بدنا نتعلمه أو بدنا نستكشفه ما بنقدر نحن نحققه إلا عن طريق الحركة. نبدأ من عند كيف بيصير النمو الحركي عند الطفل. نبدأ من لما بيكون رضيع أو بيبي صغير، فهو أول مؤشر تواصل معنا هي حركته، كيف بيحرك بإيديه، كيف ممكن إذا مسكنا حطينا إيدنا ممكن يضغط عليها، كيف ممكن نحن أول ما ببلش نعمله أول اختبار كيف وقت منحطه وكيف بيقدر يرفع رأسه. فهي المنعكسات أو هي الحركات هي تواصله معنا قبل ما يكون في المهارات الثانية، وقبل ما يتعلم يحكي، وقبل حتى ما يبلش يميز الأشخاص بنظره. فنحن الخط الأساسي عنا بالموضوع هو الحركة، كيف بيقدر عن طريق حركته كيف يقدر يستكشف المحيط، كيف تكون هاي الحركة موجهة وفعالة، كيف يقدر عن طريق الحواس والحركة يقدر يطور مهاراته وخبراته وتصير تراكمية مع الوقت ويجربها بخبرات جديدة. يعني يا رندا حكينا عن الشقاوة، الطفل أحيانا بيصير بينط وبيلعب، قديش الأهل بيراقبوا، لازم يراقبوا هيدي الحركات ليشوفوا مثلا في مهارات بيكتشفوها من خلال شقاوته، من خلال انه بيضل يحرك، قديش الاهل مهم انهم يراقبوا الطفل بهيدا المرحله؟ هون نحن بيكون في عنا اتجاهين، اول شيء اتجاه الاهل قد ايه ممكن يتحملوا شقاوه هذا الطفل، وعنا اتجاه ثاني هو قد ايه درجه شقاوه هذا الطفل وقد ايه استمراريتها، وهل هي ممكن تكون سببها هو بس لانه بيحب يستكشف وبيحب يتحرك، ولا هو خارج عن سيطرته لاسباب معينه، ممكن يكون عنده حركة زايدة، ممكن يكون نوع أكل معينة هي بتعطيه طاقة زايدة، نحن ممكن ننتبه لهذا الموضوع. فهون نحن بتكون مراقبتنا قبل ما نجزم بهذا الموضوع، بنشوف عدد التكرارات قد ايه نحن وقت اذا حطيناه بانضباط معين وحطيناه بمهام معينه قد ايه ممكن تكون درجه انتباهه لها وقد ايه ممكن يحقق نجاح فيها. اكيد. طيب رندا خلينا نحكي ايمت ممكن تتحدى هي الشقاوه الحدود الطبيعيه، وخصوصا ممكن تعمل تاثير جسدي على الاطفال، ممكن يتعرضوا لمشاكل، ممكن يوقعوا نفسهم مثل ما بيقولوا بعقبات من فرط الحركه عنده. تمام، هون صرنا عم نحكي بموضوع اللي بيتعلق بفرط الحركة والحركة الزايدة. لما بيكون أنا بسمع كتير من الطفل مثلا إنه ليه ضربته، بيقول لك ما بعرف ايدي لحالها رحت، فهو بيكون في عنده دائما تصرفه بيسبق تفكيره، بيكون دائما مندفع للامور اللي عم بيتصرفها، دائما بيكون سلوكياته ما لها مدروسه، ما بيقدر يضبطها، بتكون مده انتباهه وتركيزه كثير ضعيفه، لما بيقعد على نشاط معين فهو ما بيكون درجه انتباهه مناسبه لحتى يقدر ياخذ المعلومه بشكل مناسب. نحن بنحاول هون نشوف كيف شو الاكلات اللي هو دائما من جسمه بيطلبها، بنحاول نعمل كنترول بسيط بهذا الموضوع ونقيس كيف بتكون حركته. هلا ما فينا كمان نحن نتوجه بهذا التفكير الا ما نكون نحن كجو بيئي محيط، نكون مساحه حره يقدر يتحرك فيها، نشاطات بدنيه مناسبه يقدر يفرغ هالطاقه اللي عنده، خصوصي لما بتكون اماكن اللي عايش فيها ممكن مثلا مساحتها صغيره، ممكن ما عنده نشاطات يقدر يفرغ فيها كثير، ممكن يكون عنده قلق تكون حركته ناتجه عن قلق، فنحن كثير مهم تكون مراقبتنا لمده طويله، مو ما نحكم عليه بسرعه، ودائما نحاول نجرب نعطيه حلول، بنشوف هل هو تجاوز هي المرحله ولا لا لساتها عنده، من هون نتوجه لمختص بهذا الموضوع. تمام. يعني رندا برأيك كيف بينعكس النشاط الحركي على النمو العقلي والذهني عند الطفل؟
دائما مراكز الدماغ بتكون مناطق الحركه هي قريبه كثير من مثلا منطقه النطق والكلام. فدائما انا لما بيكون عندي طفل شوي عنده مشاكل بكلام معين، ما بيقدر متاخر شوي، فانا دائما هون بتوجه لحتى ساعده بحركته. دائما بسال الاهل انا كيف عم بيتحرك، كيف بيقضي نهاره، شو الفترات النشاطات الحركيه اللي هو بيقوم فيها. على هذا الاساس انا بشوف قدرت طور مشكله، مثلا المشكله اللي عنده ولا لا ما قدرت طورها. هون ساعتها بتجه بمنحة تاني، بس انا شو بكون هون، بكون انا حطيت مثل خطوات اساسيه بمشي فيها من الاساس خطوه خطوه بطريقه مناسبه للطفل بدون ما اضغطه. أكيد نحن مستمرين بحديثنا عن الحركة الزايدة والشقاوة. خلينا نقول كمان يمكن في شيء اسمه البراين جيم، شو المقصود بالبراين جيم وكيف ممكن تستفيد الأم لتخفف من هذا الموضوع مع أطفالها؟ مفهوم البراين جيم هو كتير متداول على نطاق ضيق. هو منشأ وقت اللي نشأ، مثل ما في نحن منطور عضلاتنا جسمنا لنطور حركتنا، فنحن كمان في ممكن نطور النشاطات والرياضات نطور عقلنا. فهدول التمارين، تمارين العقل، هي بتعتمد على عدة تمارين معينة، بتعتبر انه الجسم هو الوسط، الخط المستقيم الوسط، وبيعطي تمارين اللي هي اساسها بتتجه لحتى انا زيد مده الانتباه، علي التركيز. بيكون في بيبدا اول تمرين، لاعطيك شيء عملي، اول تمرين لازم انا انتبه كثير منيح انه الطفل عم بيشرب مي، لانه هو بيعتمد انه المي هي الطاقه اللي بياخذها الدماغ. يعني رندا رح نكفي حديثنا معك على البراين جيم، بس رح نروح للحركه الزايده او الشقاوه اللي هي حاله طبيعيه عند الاطفال لكن تتعدى احيانا الحد الطبيعي وممكن تكون بشكل مفرط. رح نتابع هذا الشيء بالمادة التالية. بيعاني الكثير من الأطفال من فرط الحركة يلي بيتسبب بتشتت الانتباه والاندفاع في الشجار مع الأصدقاء وعدم التركيز، حيث يجد الطفل نفسه ضحية معاتبة الآخرين وهو غير قادر على التحكم بسلوكياته. اليوم لمساعدة أطفالنا على تخطي هالمرحلة، من الممكن أنه يبقى الطفل شقي لكن بدون التأثير على التحصيل العلمي، وهذا الشيء عبر البراين جيم أو الرياضة الذهنية يلي أسسها المختص في مجال التربية الحسية والحركية بول دانسون بعام 1911، وهي باتت طريقة علاجية للاضطرابات السلوكية والانفعالية ويلي بتؤدي إلى سوء التعلم. البراين جيم بيعتمد على أربع حركات أساسية، وهي التحكم في التناسق الحسي والحركي من أجل التنظيم التناظري لحركات كل جانب كالتآزر بين العينين واليدين، بالإضافة للتمارين التقوية ووضعيات التعمق ومجالات أوسع. لكن كيف ممكن نطبق البراين جيم مع أطفالنا ومتى نلجأ إلى ذلك؟ نعرف الجواب مع ضيفتنا بصباحنا غير. رندا، مثل ما تابعنا البراين جيم او المعلومات اللي تابعناها بالتقرير، شو رايك فيها وكيف ممكن الام تطبقها بالبيت مع اطفالها؟ مثل ما شفنا بالتقرير، هي بتعتمد على حركات معينه اساسها لحتى يدعم التآزر التناسق بالجسم، وبيعتمد بشكل اساسي على الاسترخاء والتنفس العميق، وبنفس الوقت كيف انا بزيد الانتباه وتركيزي من خلال هاي الحركات. هي حركات كثير بسيطه، ممكن انا سواء بالبيت فيني اعملها او سواء فيني اعملها بالصف. هي بتنعمل كمجموعه، فيفضل حاليا مثلا نحن بالمدرسه بالصف وقت بيكون بتبديل الحصص ممكن نحن نقوم بتمارين معينه، خصوصي وقت نحن بيكون في تبديل لازم يرجع لتركيزه يرجع لهدوءه لحتى يفوت بالماده الثانيه. الفكره بتعتمد هون انه انا ممكن
في تناظر مثلا، في تناسق، في تعمق، كيف يعني انا ممكن حركات بسيطه ممكن المس، امثله على التمارين انه انا ممكن المس طرف الاذن من فوق وانزل فيه لتحت. في التمارين بشوفها حتى بنشاطات رياضيه بال ممكن الايد مع الركبه، هو بيعتمد على تحريك نصفين الدماغ. فانا لما بنشط الدماغ بشكل عام بهيك نشاط بسيط وجماعي وبطريقه مسليه لمده ثانيه، هو بيوصى انه ينعمل كل 45 دقيقه، فهيك بيكون كثير مناسب بين كل حصه درسيه والثانيه. تمام. يعني يا رندا اللي حكيتي عنه قديش هو مهم، كمان لازم الام قديش الام لازم تنتبه عليه، قديش دورها للام بانه تلجا للبرايم جيم بس شافت حركه طفله هي حركه نشيطه، حركه فيها شويه افراط، قديش الام مهم انها تشوف هذا الموضوع. هو هذا اي انا شيء ممكن استخدمه او اي نظام او اي طريقه ممكن انا استخدمها مع طفل عنده مشكله سواء بسيطه او سواء ما عنده مشكله، فهي هذا دائما بيعطي منتج ايجابي، دائما بيطور. اذا طفل ما عنده اي مشاكل وانا اشتغلت معه بالبراين جيم فانا بكون عم بحرك مجالات الابداع عنده، فمو غلط ابدا كأم اني انا وقت اللي بدي ضيع وقت مع ابني يكون ضيعه بهيك نشاط، هذا كثير بيقوي العلاقات بين الام والطفله وبيخليها تكتشف مهارات عنده، خصوصي لما تبعد بعمر مبكر حتكتشف انه مثلا ممكن يكون عنده مهارات بالتوازن هي مثلا لسه بكير عليه كعمر انه يكون محصله. فهذا كثير بيساعد الام كبدايه لحتى يمكن ما تحل المشكله ولكنها حتكون وقفت على خطوه صحيحه مجديه، الى جانب انه نحن كثير بنسمع انه بيحطونا اوقات طويله على البرامج التلفزيونيه وعلى الكرتون، فهذا كمان كثير بيساعد انه تلاقي بديل لهذا الموضوع. بديل. يعني اليوم معك رندا قدرنا نعرف يمكن بعض خلينا نقول خطوات اللي بتقدر الام تتبعها مع اطفالها بالبيت. نشكر وجودك معنا واكيد بالحلقات القادمه يمكن نحكي عنها كنظام تفاعلي بالمدارس. شكرا كثير لك. شكرا لك. شكرا لك رندا. شكرا لكم. شكرا لك. اما هلا